كابادوكيا، أرض العجائب الطبيعية في تركيا. راح ناخذك برحلة ممتعة إلى أحد أجمل الأماكن في العالم للاستمتاع بفصل الشتاء. راح نقوم بزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية، وراح نقدر نستكشف الأسرار الخفية لمداخن الجن الشهيرة. وبعدين راح نتوجه إلى منتجع التزلج الشهير في جبل إرجيس، وهو أعلى جبل في تركيا، لأنه تقدرون القيام بالعديد من الأنشطة الشتوية الممتعة مثل ممارسة رياضة التزلج على الثلج وركوب الزلاجات الثلجية. احجز رحلتك من الآن إلى كابادوكيا مع سفرك السياحية. سفرك رفيق سفرك الدائم.